السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم جوج ديال الفكرات باش نقيو الشطابه ديالنا ولا باي باي ديالنا، المهم على هذا الشكل. وبالنسبه للشطابه هذه اللي عندنا مهرسه، غادي ان شاء الله نعاودو ندونو هاد الشيتات اللي فيها، وان شاء الله الفيديو يلقى الاعجاب ديالكم. وما تنساوش من الدعم ديالي، وكنشكر البنات اللي متبعيني، شكرا لكم بزاف. بالنسبه ليا هنايا غنحتاج فورشيط، لان انا معلماها هنايا باش ما تخلط ليش مع المواعن الاخرين. انتم شفتوني كيفاش معلمها. بالنسبه لكم يعني تاخذوا فورشيطه اللي نتوما غتحتاجوها، انا يعني هذه كافياني. بالنسبه لي غناخذ هادو هكذا، بما انها مهرسه غنشد هاد البلاصه هذه كتحيد بهذه الطريقه. هذه غادي نحاول انني نقيها، سهله جدا جدا. انا شحال هذه كنت كيتعمروا لي بحال هكذا، كنلوحهم ما كنبقاش محتاجاهم، ولكن من بعد ما جربتهم في الكوزينه بالنسبه لهاد الشيتات فكيجيو هائلين في الكوزينه. انا بنات نستمر معاها بهذه الطريقه هذه، غنحيد لها الجوانب. كتكون سهلة بزاف، طريقة عملية وسهلة. بالنسبه لي انا من بعد ما كننقيها بحال هكذا، كنرجع نغسل هذه مزيان بجافيل، ونرجع نحط هادو في جافيل حتى هما، ونرجع نخدم بهم عادي. نرجع نشطب بها عادي، وكتجمع من بعد ما كتغسل وتنقى، كترجع تخدم يعني كترجع تجمع الازبال. يعني بزاف اللي كتعمر لينا وكنلوحوهم، ولكن بهذه الطريقه هذه نعاودو ان شاء الله ندونو. انا كما سبق لي قلت لكم يعني اي حاجه قديمه كنعاودو ان شاء الله ندونوها، يعني حتى شي حاجه معانا ان شاء الله ما غادي نلوحوها، كلشي كنعاودو ندونوه بالحوايج القدام، الحاجات اللي يعني خسروا، الحاجات اللي ضاعوا، كلشي ان شاء الله نعاودو ندونوه بهذه الطريقه. مهم حتى ولو انكم ما تنقيوهاش مزيان، فيكفي انها غير هكذا، هي تنقص غير شويه يعني راها مزيانه، ما بقاتش يعني واخده ديك بزاف كما ديال الازبال. انا شفتوني هنايا راه باقا ما غسلتهاش، يعني من الشطاب باقا ما غسلتهاش، عاد ان شاء الله غادي نغسلها. هانتوما شوفوا بالنسبه يعني فرق كبير بين هذه وبين هذه. هانتوما شوفوا هذه نقيتها وهذه باقا، صافي غردت لها ديالها بحال هكذا، وغادي نمشي نديرها في جافيل ونخليها ترقد مزيان حتى تنقى مزيان، وندير حتى هذه في جافيل باش تنقى ليا وتولي بحال جديده، ونعاود نشطب بها ان شاء الله. اما بالنسبه اللي تهرسوا في خطره بحال دابا هذه تهرست ليا في خطره، وكان عندي ديالها فغسلت ديالها بحال هادي، غسلتها ودرتها في جافيل، وليت كنستعملها الكوزينه يعني بحال دابا هكا البراد، فاش كيكون عندي الفوم ديال البراد، فاش كيكون دائما حنايا الفوم ديال البراد كناخذوا لواحد الشيته باش كنحاولوا اننا ننقيو له فمه، ولكن بهاد الشيته هادي يعني كانت تنقي حسن، فنقى ليا حسن زوينه بزاف. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش كننقي الفم ديال البراد بهذا الشيتا. الفكره ديالها في المطبخ هذا الشيتا عمليه بزاف وزوينه، انتم تشوفوا كيفاش كيتحيد من هذا الشيء هذا بواحد الطريقه سهله جدا، يعني باش غادي نبقاو ناخذوا جوج ديال الشيتات.
انتم تشوفوها كيفاش جات. تو انا نقيتها وندير لها هكذا هكذا ونرجعها لبلاصتها عادي. انتم شوفوا شحال جمعت ديال الحمله هنا. انتم تشوفوها كيفاش غادي تشطها. هاد مراهج زربية يعني غير توب عادي. انتم شوفوا المهم غادي نخليها هكذا. واخا راه عندي مهرسه من هنا شي شويه، من بعد ما تهرس ان شاء الله غادي هاد الشيتات هادو غادي نستعملهم في المطبخ. كنحك بهم الفورنو، كنحك بهم البرارد. هذوك البلايصات ديال الكوكوطات اللي ما كيوصلهمش الزجيكس ولا ما كيوصلهمش الشتبه، كنحاول انني نحك بهم هاد الجنب هذا، لان ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنحك بهم. البنات انا من بعد ما نقيتهم غادي نحاول انني نردهم، هادو غادي نحاول انني نردهم ونرقدها في جافيل، ونرقدها كامله في جافيل، ونعاود انني نعاود الخدمه بها. واخا انها مهرسه من هنايا فغنحاول انني ندير لها هنايا شي شويه ديال السكوتش ونعاود انني نخدم بها باش ما تخرج ليش من هنا الاسباب. المهم هذه الفكره الاولى ديال كيفاش نقيو هذا باي باي. هذه بالنسبه للفكره الثانيه اللي تهرست لي انا الباي باي ديالي، ها هي. فانا هذه كنخليها في الكوزينه، ما كنستعملهاش من غير الكوزينه، يعني كنخدم بها في الكوزينه كما سبق لي وقلت لكم في الاول. كنحك بها الفم ديال البراد، فانا هنايا غادي نحاول انني نوريكم فيديو كيفاش كندير نحك بها الفم ديال البراد. طريقه سهله جدا جدا ومفيده بالنسبه لي انا. البنات دائما كما سبق لي وقلت لكم انها عندي مرقده في جافيل، كاين بعض المرات كيكون يعني بقوه ما كنخبلو اتاي ولا قهوه ولا شي حاجه من هنا من الفم ديال البراد، فكيكون الفم ديال البراد موسخ، كنشدو كنغسلو بهذه الطريقه. هذه كتخشى بسهوله وكتخشى حتى للداخل، يعني كتحاول انها تحيد كاع الاوساخ اللي كاينه في الفم ديال البراد. هكذا كنبقى نخدم بها هكذا ها هو كنحيد. يعني انا هنايا حاولت انا نصور لكم فيديو تجريبي يعني قدامكم باش تشوفوا يعني الطريقه كيفاش كننقي بها الفم ديال البراد، يعني ديال القهوه ولا ديال اتاي ولا اللي عندكم ولا هاد الجوانب هادو اللي كيكونوا يعني في جناب ديال البراد ولا فم الكوكوط في ديك في اليدين ديال الكوكوط، يعني ما كيقدرش انها يدخل لها الجيكس وديك الشيء. فكتكون هذه سهله جدا انها باش تنقي هاد البلايص هادو. كنحطها في جافيل في الكويس ديال جافيل ونخليها ونعاود نخدم بها، وهكذا باش كنعاود انني نخدم بها. وكنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه. وشكرا للبنات اللي كيدعموني مجددا، كنشكركم. وكنتمنى هذه الفكره انها تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف.